البابا فرانسيس الأول يؤكد في لقاء مع الإعلاميين أنه يريد كنيسة فقيرة في خدمة الفقراء. تمكن البابا اليسوع فرانسيس من الفوز بإعجاب وقلوب الصحفيين بعدما كان فاز بمحبة المؤمنين فور انتخابه. أول لقاء له بعد الكرادلة خصصه البابا للإعلاميين في إشارة واضحة إلى اهتمامه بالإعلام، بقي على بساطته أمامهم لكنه خرج لأول مرة عن جديته وعن النص المكتوب، فمازحهم وضحك لأكثر من مرة معهم. لم يتطرق قداسة البابا في لقائه مع الإعلاميين ولم ينتقد ما يحكى عنه في بعض وسائل الإعلام من روايات، بل على العكس أشاد بكل الإعلاميين وشكرهم على عملهم وعبر عن محبته لهم، ودعا كل إعلامي إلى أن يشهد لمحاور ثلاث: الحقيقة، الخير والجمال. روى قداسة البابا كيف اختار اسم القديس فرانسيس الأسيزي ليكون اسمه الجديد بعدما نصحه الكاردينال البرازيلي بالتفكير بالفقر قبل اختيار الاسم. اخترت اسم فرانسيس لأنني أريد الاقتداء بالقديس فرانسيس الأسيزي قديس الفقراء. إن فرانسيس هو اسم السلام، وهكذا دخل هذا الاسم قلبي. أريد كنيسة فقيرة في خدمة الفقراء. أدعو الصحفيين إلى قول الحقيقة والتحدث عن الصلاح، وطبيعة كنيستنا روحية لا سياسية. صافح البابا فرانسيس مجموعة من الإعلاميين المعتمدين في الفاتيكان وبعض من حضر من الأرجنتين. بدا منفتحا بسيطا محبا في كل سلام، حتى للكلب المرافق لأحد الإعلاميين المكفوفين. وعلى وقع الهتافات والتصفيق بارك كل الحاضرين وعائلاتهم. إلى مزايا الفقر والتجرد، عرف فرانسيس الأسيزي كأول قديس أدخل العلاقات بين المسيحيين والمسلمين إلى قانون الرهبنة الفرانسيسكانية التي أسسها. فرانسيس الأسيزي اختاره البابا الجديد شفيعا وقدوة، ومن هذا المنطلق يمكن المراهنة على نظرة خلف بنديكتوس السادس عشر للشرق الأوسط وقضايا مسيحيه. من الفاتيكان، بشير أبي راشد، دنيز رحمي فخري، أم تي في. انتخاب البابا الجديد أثار موجة إيمانية جديدة تجلت في ارتفاع مبيعات متاجر التذكارات والبركات في روما. تقرير دنيز رحمي فخري. يتحدث كثير من المقيمين في روما أن حدث انتخاب البابا الجديد أعاد إلى الفاتيكان حياتها السياحية بعدما شهدت في الأشهر الماضية تدن في نسب الزوار والسياح. في محال التذكارات والبركات المنتشرة بكثافة في محيط كاتدرائية مار بطرس، صور البابا بنديكتوس السادس عشر وقبله البابا يوحنا بولس الثاني لا تزال هي على كل التذكارات. ماريا ديبونيس أو ماريا بركات كما يطلق عليها معظم اللبنانيين الذين يزورونها، تملك متجرها منذ 40 عاما، وهي تبيع البركات التي تحمل توقيع قداسة البابا منذ زمن بعيد. We are not making now because we need the new picture of the new pope. And when it will come, the new picture? Next week, I hope next week. It will not take much time. No. Maybe 5 days, 4 days, but not more than this. And what you are telling today for the tourist who is asking for a benediction? I say you can make it today, but I don't know when I can give you back because we are waiting for the picture. And usually how many demands you have per day? Depends. We don't have a number every day the same. 10, 20, 50. How many Lebanese people ask for a benediction? Many ones. يحظر على المحال التجارية إذن استخدام أي تذكار أو بركة تحمل صورة البابا فرانسيس قبل موافقة دوائر الفاتيكان التي أرسلت إلى كل المتاجر لائحة بكيفية كتابة اسم البابا الجديد بعدد من اللغات. أكيد المحلات كلها اللي بتعمل البركات الرسولية في عندهم مرجع مكتب بقلب الفاتيكان اللي هو المرجع الرسمي، في مترام مسؤول عنه بينطروا لحتى هن يعطون الإذن بكل بركة بيعملوها، مش بس على الصورة وإنما كمان على الأسماء، بيعملوا فحص للأسماء اللي بنكتبوها وللكنيسة، وبس يطلع الصورة الرسمية للبابا بيسمحوا لهم أنه هن ينشروها. لمين يعني بترجع الأموال اللي تحصل من هذه البركات اللي بتنعمل؟
إجمالا بتروح كلها لنشاطات خيرية، لمؤسسات خيرية بتعتني بالأطفال. الصور الأكثر طلبا تبقى حتى الآن للبابا يوحنا بولس الثاني. كثيرون يتحدثون أيضا أن البابا فرانسيس بي الفقراء كما يصفونه هنا سيحدث ثورة في الكنيسة. افتتحت السفارة البابوية في لبنان سجل تهاني بمناسبة انتخاب الحبر الأعظم الجديد البابا فرانسيس الأول بحضور السفير البابوي جابرييل كاتشيا، من أبرز المهنئين الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والمدنية على أن تستمر تهاني ثلاثة أيام.